كره لفريق الوداد عن طريق اللاعب برجي. برجي يا سلام يلعب كره لحم كريم الداودي، يخطف الكره منه، كره لجويعه، جويعه يسلم كره لويسد، الويسد يوزع جول. والوداد بالنجمه الكره الوداديه هشام الويسي يا سلام بقدم يسرى كرباعية يسجل الهدف التعادل لفريق الوداد في مباراة مصيرية للتتويج بلقب الدوري المغربي. هدف التعادل لفريق الوداد، جمهور الوداد يهيج اليوم. الويسي الويسي التونامي يسجل أول هدف للفريق الوداد وهدف التعادل في مباراة. جمهور الرجاء حاير، جمهور الرجاء حاير، بدأ يغادر الملعب. جمهور الوداد يهيج في منطقة الفرينيجا.